اهلا بيكم في برنامجنا الجديد تحديات من انجيل لوقا على شاشه سات 7 ايه الهدف من برنامج تحديات من انجيل لوقا؟ في تحديات كثيره في الانجيل تحديات في تفسيرنا تحديات في ايماننا في سلوكنا في اخلاقنا في عقيدتنا في كلامنا حتى تحديات في صمتنا عشان كده هندرس بعض التحديات دي في 28 حلقه وهنحاول ان احنا نتقابل مع التحديات دي عشان نعرف اكتر ونعيش في علاقة اوثق مع الله مع انفسنا ومع الاخرين حلقة النهاردة هي مقدمة للتحديات دي استخدم في كل الحلقات دي الترجمة المبسطة عشان سهولتها في اللغة اول نقطة هتكلم عنها النهاردة الاناجيل المتماثلة بيسموها البعض الاناجيل الاذائيه سينابتيك Gospels انا بأفضل تعبير الاناجيل المتماثله وهي الاناجيل الثلاثه الاولى متى ومرقس ولوقا وما على تسميتها الاذائيه لان إزاء بتعني مقابل في اللغه العربيه لكن هنا في تماثل تماثل بين الثلاث اناجيل دي بينما يوحنا يختلف عن باقي الاناجيل أول إنجيل اتكتب هو مرقص ولم يحتوي على ثلاث أجزاء ذكرت في متى ولوقا ميلاد المسيح الموعظة على الجبل وأحداث القيامة طيب في حاجة اسمها كتابات كيو أو بالألماني كويلي أو سورس يعني مصدر دي نظرية مهمة في الأناجيل المتماثلة وبتقول إن مرقس اتكتب أول واحد واقتبس منه متى ولوقا لكن كل واحد بطريقته وبين انجيلي متى ولوقا هنلاقي ان هم تقريبا اقتبسوا 95% من انجيل مرقص نظريه كيو بتقول ايه ان في مصدر تاني اقتبس منه متى ولوقا اسمه كيو ومش عارفينه لم يكتشف لحد النهارده واخرين بيعتقدوا ان بالاضافه الى كيو اقتبس متى ولوقا من مصادر تاني من كتابات تاني ومن مقابلات شخصية مع المعاصرين للأحداث طب إيه الغرض من كتابة لوقا في الأربع أعداد الأولى في الأصحاح الأول يكتب لوقا عن غرضه من كتابة الإنجيل ده بيكتب إن عن الأحداث الهامة اللي كتب عنها ناس تاني وبيؤكد لثاوفيلوس لشخص احنا مش عارفينه مين غالبا كان صديق للوقا بيقول له صحة هذه الأحداث وصحة تعليم المسيح وأفعاله بيوضح لينا أن اللي كتبه لوقا هام وموثوق فيه وأنه لوقا جمع المعلومات تحقق من صحتها تأكد من المصادر عن طريق شهود عيان وخدام الكلمة وبعضهم تلاميذ تتبع كل شيء بتدقيق بيقول لسه بيكلم ثاوفيلس وبيقوله له كده يعني راجع الكتابات مع اقوال الشهود العيان عشان يتاكد من دقه كتابات كتابته للانجيل خلينا نطلع فاصل ونرجع حالا النقطه اللي بعد كده مين هو كاتب انجيل لوقا كل الكتابات القديمه الخارجيه اي خارج الكتاب المقدس وكذلك الداخليه اي من العهد الجديد تؤكد ان الكاتب هو لوقا رفيق رحلات الرسول بولس ومين اللي كتب في كتاباته الحاجات دي كليمنت اوف الكسندريا ترتوليان اوريجن يوسيبيوس اللي هو اول هيستوريان اول مؤرخ مسيحي وجيروم حتى مارسيون اللي هو رفضت الكنيسة تعليمه واعتبرته مهرطق اعترف ان لوقا كتب انجيل لوقا طب مين هو لوقا لوقا هو كاتب جزئين في الكتاب في العهد الجديد يمثلوا ربع العهد الجديد اللي هم انجيل لوقا وسفر الاعمال اهم معلومات عن لوقا نعرفها من العهد الجديد وحسب كلوسي بيعتبر المفسرين ان لوقا اممي وهقرا جزء من كلوسي اللي هو بيذكر فيه رسول بولس كلمات عن لوقا كلوسي 4 10 و11 و14 يهديكم التحيه رفيقي في السجن ارسترخس وايضا مرقس ابن اخت برنابة وقد سبق ان اعطيتكم تعليمات فيما يتعلق به فاذا وصل اليكم رحبوا به رحبوا به جيدا. يسلم عليكم يشوع الذي يدعى ايضا يسطس فهؤلاء هم الوحيدون الذين يعملون معي في نشر ملكوت الله من بين المؤمنين بالمسيح من اصل يهودي. فكانوا مصدر عزاء عظيم لي. كما يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. لو كان لوقا يهودي كان حطوا بولس الرسول ضمن القائمه اللي استعمل فيها من اصل يهودي. بقي لوقا رفيق للرسول بولس حتى الجزء الاخير من حياه بولس. فنقرا في تيموثاوس الثانيه 4 11 لوقا هو الوحيد الذي ما يزال معي. في سفر الاعمال في اجزاء كتب سفر الاعمال برضه لوقا. الاجزاء اللي ذكر فيها لوقا صيغه الجمع المتكلم يعني نحن بيتكلم عن نفسه كرفيق لبولس لما رحنا ولما رسينا بيقول كده اعرف ان لوقا كان مع الرسول بولس في الرحلات دي لكن لما يتكلم عن صفه الجمع الغائب لكن هم لما بيقول هم فيعني ان لوقا ما كانش موجود معاهم في الرحلات دي لوقا بيذكر يذكر في اثنين من رسائل السجن وأغلب الظن أن بولس كتب الرسائل دي من روما كلوسي 4-14 كما يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس في ليمون 24 في ليمون أصحاح واحد يبقى عدد 24 وكذلك مرقس وأسترخس وديماس ولوقا الذين يخدمون معي دي شهادة الرسول بولس إن لوقا كان بيخدم معاه. لكن في نفس الوقت إحنا ما نعرفش أي حاجة عن مكان لوقا في خلال الثلاث سنوات اللي قضاها بولس الرسول في روما بين سجنه المرة الأولى وسجنه في المرة الثانية قبل وقت قليل من موت الرسول بولس. يوسيبيوس المؤرخ المسيحي بيقول لوقا أصلاً من انطاكيا كان طبيبا يهتم بشفاء الجسد ورفيقا للرسول بولس في رحلاته ترك لنا مثالا لشفاء الأرواح في جزئين هامين وهما إنجيل لوقا وفيه يشهد أنه كتبه طبقا لشهود العيان والذين سلموه هذه الاحداث من خدام الكلمة وكلهم كانوا منذ البداية زائد انه كتب ايضا سفر الاعمال واللي كتبه كشاهد عيان مش كطرف تاني لكن واحد من اللي علمه الامور دي وعلموا الامور دي كشاهد عيان نفسه تاريخ الكتابة تاريخ كتابة انجيل لوقا تقريبا بين سنة 58 و 62 ميلادية لكن بعض علماء الكتاب بيقولوا ان هو بعد سنة 70 مكان الكتابة احنا مش متأكدين منه إما في اليونان أو قيصرية أو اسكندرية مصر أو روما طب لمين كتب لوقا الإنجيل كتبوا للمسيحيين الأمميين يعني اللي أمنوا من خلفية وثنية في خمس اهتمامات في إنجيل لوقا أول واحد عمل الله امتد ليكون للعالم بدل ما يكون لإسرائيل بس اهتم لوقا بتوضيح أن عمل الله مع أصبح مش بس لليهود لكنه يتعامل الآن الله يتعامل الآن مع كل العالم مثال متى في واحد واحد بيبتدي سلسلة أنساب يسوع بداود وابراهيم ابراهيم هو ابو اليهود لكن لوقا في ثلاثه لما بينهي سلسله انساب المسيح بينهيها بادم يعني ابو كل البشر في العالم الحاجة الثانية بيتميز لوقا بذكر كل الإثباتات الجغرافية والتاريخية وإنه فحص بدقة عن الكلام ده مثال لما بيتكلم عن بداية خدمة المسيح أكد إن ده كان في السنة الخمستاشر من سلطنة تيباريوس قيصر وكان بيلاطس حاكم اليهودية وكان هيرودس يحكم الجليل وفيلبس أخوه رئيس ربع وبعدين كانوا رؤساء الكهنة قيافة وحنانية وكان يوحنا المعمدان يخدم في البرية وهكذا يعني بيذكر إثباتات للوقت اللي ابتدى المسيح فيه الخدمة عايز يقول إن المسيح جه في التاريخ وكان مجيئه كبشر ونقدر التحقق من هذه الأحداث تاريخيا وجغرافيا وكانت خدمته لجميع الأمم وده يجيب على أسئلة بعضها جالنا في عصرنا الحديث عن تاريخية المسيح تاني اهتمام للوقا يسوع مخلص العالم ليس إسرائيل فقط بيركز لوقا على أن يسوع هو مخلص العالم مش بس إسرائيل بداية من إعلان الملائكة في لوقا 2 إلى آخر ظهوره على الأرض في لوقا 24 في بداية خدمته دخل يسوع مجمع الناصرة وأرى نبوة عن نفسه لوقا 4 وراح يسوع إلى الناصرة حيث نشأ وفي يوم السبت راح إلى المجمع كعادته ووقف عشان يقرأ ادوله كتاب النبي إشعياء فبسط المخطوطة ووجد المكان اللي كتب فيه روح الرب علي لأنه مسحني لكي أعلن بشارة الفقراء أرسلني لأنادي للأسرة بالحرية وبالبصر للعميان ولأحرر المسحوقين من الأسر وأعلن أن وقت الرب للقبول قد جاء ثم طوى الكتاب وأعادوا إلى الخادم وجلس وكانت عيون كل اللي في المجمع مثبتة عليه وهو ابتدى وقال لهم تحقق اليوم هذا الكلام الذي سمعتموه استخدم يسوع الكلمات دي بعد كده في خدمته وكان بيتكلم عن الأخبار السارة من خلال موته وقيامته راح يسوع لأورشليم لمهمة خاصة بعد تنبؤه بموته وقيامته. يتم خلاص العالم كله بموته وقيامته. كان لوقا أممي ومتى يهودي، لكن الاتنين لم ينظروا إلى الخلفية اللي هم جم منها لما سجلوا أحداث ولادة يسوع. لوقا بيكتب عن بشارة الملائكة عن ولادة الطفل للرعاه. بينما متى يذكر أحداث زيارة المجوس. الأمميين للطفل. خلينا نطلع فاصل ونرجع. ثالث نقطة طفولة يسوع. اهتم لوقا بحياة يسوع من بدايتها على الأرض، ويبدو أن لوقا تيقن من الأمور دي من خلال مريم أم يسوع نفسها، واتكلم معاها عن الثلاث ترانيم اللي قيلت قبل وبعد ولاده يسوع. نلاحظ ان لوقا بس هو اللي اتكلم عن ولاده يوحنا المعمدان وحقيقه ان امه اللي هي اليصابات وانها قريبه لمريم. لوقا وحده هو اللي بيتكلم بالتفصيل عن بشاره الملاك لمريم، ترنيمه مريم، ميلاد وطفوله يوحنا، ولاده يسوع ومجيء الملائكه ومجيء الرعاة وإعلان الملائكة ليهم ختان يسوع كل دي لوحده بس لوقا اللي بيذكرها تقديم يسوع في الهيكل تسبيح سمعان وحن في الهيكل بعض أحداث طفولة يسوع الرحلة إلى أورشليم لما كان عمر يسوع 12 سنة رابع نقطة مكانة المرأة في خدمة يسوع اهتم لوقا بمكانة المرأة وطريقة تعامل يسوع معها الرجل اليهودي لم يعتاد أنه يتعامل مع المرأة باحترام لكن احترمها يسوع وتعامل معها بكرامة وهو معلم يهودي كل الأناجيل بتوضح أن يسوع رحب بالمرأة عشان تكون من تلاميذه ومن وجودها لكن لوقا يؤكد ده بطريقة واضحة لأنه هو الوحيد اللي بيذكر الآتي ترنيمة أو مزبور الإصابات صح واحد وتقارن بكت كتاب المزامير الرجال في العهد القديم ترنيمة أو مزمور مريم برضو إصحاح واحد حنة لما قدموا يسوع في الهيكل إقامة ابن أرملة نايين مقارنة المرأة الخاطئة ومحبتها بالفريسي المتدين احتوى يسوع المرأة في خدمته ورحلاته التبشيرية تقبل يسوع مساعدات مالية من سيدات وهو مناقض لثقافة الشرق الأوسط امتدح يسوع مريم ورغبتها في التعلم ولوقا بيقول انها كانت تجلس عند قدمي يسوع تتعلم المصطلح ده بيستخدم بس للتلاميذ يسوع شفى المرأة اللي بها روح ضعف يذكر يسوع أمثال هامة عن المرأة وهنعرض قدامكم على الشاشة بعض هذه الأمثال بعض الأحداث الخاصة بالمرأة بيذكرها له أو مرقص بس زي أرملة بتحط كل ما تملك في صندوق الهيكل وكان ده أهم أمام الله من الفريسي اللي دفع أكتر خلينا نطلع فاصل ونرجع حالا خامس نقطة مكانة الروح القدس يهتم لوقا بخدمة الروح القدس حبلت مريم بالروح القدس واحد خمسة وتلاتين يوحنا المعمدان امتلأ بالروح القدس واحد خمستاشر وكذلك أمه أليصابات واحد واحد واربعين وأبوه زكريا واحد سبعة وستين سمعان في الهيكل بقيادة الروح القدس يعرف تماما مين هو يسوع المسيح اتنين خمسة وعشرين لسبعة وعشرين يسوع هو الوسيط الأعظم بيننا وبين الله تلاتة 16 وهو الوحيد اللي بيعطي الروح القدس 322 يسوع يترك مكان المعمودية ويمتلئ بالروح القدس أربعة واحد الروح يقود يسوع في البرية أربعة واحد يسوع يعود إلى الجليل بقوة الروح القدس أربعة أربعة عشر يسوع يبدأ خدمته حسب إشعية أن روح الرب مسحه كخادم أربعة عشر وده هنلاقيه في إشعية واحد وستين واحد واثنين يسوع يعيش في ملء الفرح بالروح القدس عشرة واحد وعشرين يسوع يعد ان عطية الروح القدس هي من الله حداشر تلاتاشر واثناشر اثناشر يسوع يحذر من التجديف على الروح القدس اثناشر عشرة دي كانت مقدمة لهذا البرنامج تحديات من انجيل لوقا لكن طبعا في وعشرين حلقة مش ممكن نقدر نتناول كل التحديات دي. انجيل لوقا مليء بالتحديات. اهم التحديات انه يوضح ان المسيح جه الى العالم مش بس لاسرائيل. والخلاص للعالم كله مش بس اسرائيل. لوقا كتب انجيله بعد مراجعه كتابات اخرى وتقابل مع شهود عيان وخدام الكلمه عشان يتاكد من دقه كتابته. يذكر لوقا قصة الميلاد وطفولة يسوع بطريقة فريدة. في لوقا المرأة لها مكانة خاصة في خدمة المسيح. الروح القدس لي مكانة خاصة في إنجيل لوقا. ببساطة الإنجيل ده من أهم ما كتب عن المسيح. لو عندك أو عندك أي أسئلة أو استفسارات ممكن لنا على العناوين اللي على الشاشة وإحنا هنرد عليه. أنا بصلي لك وبصلي لك وبصلي لنفسي إن رحلتنا خلال تحديات من إنجيل لوقا تكون رحلة فيها تعليم فيها نمو الإيمان ويكون فيها إجابات لبعض هذه التحديات بصلي إننا خلال الرحلة دي نقترب أكثر من الله نعرف المسيح أكثر ونعيش كما عاش ونخدم بعضنا بمحبة كما فعل هو ويصلي الكل في اسم المسيح آمين